تعالوا مع بعض بقى عشان نتكلم اكتر عن الصفقه اللي تمت ما بين رونالدو وما بين النصر السعودي. تعالوا نستقبل تليفون من استاذ ادهم الشرقاوي الناقد الرياضي من السعوديه. مساء الخير يا استاذ ادهم. اهلا بيكي استاذه مها، واهلا بكل الساده. كل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده عليك يا رب. ان شاء الله سنه سعيده على حضرتك وعلى نادي الزمالك وجماهيره الكبيره من المحيط الى الخليج، ويستمر الزمالك بطل الدوري المصري للموسم الثالث يا رب تواليا في انجاز لم يحدث من قبل. ان شاء الله قادرين باذن الله ان احنا نحققها. طبعا الناس كلها لحد النهارده لسه بتتكلم عن صفقه رونالدو مع النصر السعودي، احكي لي بقى ايه الاجواء اللي حاصله عندك في السعوديه بعد انتقال رونالدو الى النصر السعودي. طبعا بالفعل هو الحدث الاكبر في تاريخ كره القدم السعوديه منذ بدايه المسابقات المحليه في السعوديه. لاعب بهذا الاسم وهذه القيمه الكبيره، صاحب كل الارقام القياسيه في العالم، يصبح لاعبا بين صفوف النصر وبين صفوف العالمي في هذه الفتره بالذات. طبعا الحدث ايضا الاكبر كان الاقبال التاريخي من جماهير النصر على شراء قميص النجم كريستيانو رونالدو. جميع الأقمشة التي تم طباعتها بالفعل نفذت في كل متاجر النصر، سواء المتجر الرئيسي في الرياض أو حتى في مختلف مدن المملكة. يستهدف نادي النصر بيع 2 مليون قميص لكريستيانو رونالدو خلال هذه الفترة، ليحقق أرباح تقترب من 65 مليون دولار. سعر القميص حوالي 120 دولار امريكي. لا توجد نسخه للجمهور، النسخه الاصليه فقط هي التي تباع في المتاجر الرسميه بالنسبه لنادي النصر. نفذت الكميه الاولى التي تم طرحها والتي كانت عباره عن 500,000 قميص. نادي النصر خلال هذه الفتره سيطبع 1,500,000 قميص اخرين من اجل بيعهم للجماهير الرياضية. المعلومة الأهم الآن أن إدارة نادي النصر بدأت في تجهيز حفلا عالميا للاعب كريستيانو رونالدو بين شوطي المباراة القادمة للنصر في الدوري يوم الخميس القادم أمام وهيشارك يعني رونالدو يقدر يشارك؟ لا، رونالدو لن يشارك مع النصر وفقا لقرار والعقوبة ضده إلا في لقاء نادي الاتفاق يوم 21 من الشهر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. ستكون أول مواجهة يشارك فيها كريستيانو رونالدو. وبعد إضافة كريستيانو رونالدو للقائمة لقائمة اللاعبين الأجانب بالنسبة لنادي النصر، سيستبعد نادي النصر اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشريبوف الذي يملك أكثر من عرض احترافي خلال هذه الفترة. حتى إن مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم في مفارقة عجيبة قدم عرضا للمهاجم الكاميروني لنادي النصر أبو بكر فينسنت. وطبعا كلنا عارفين أن رونالدو كان مهاجما لمانشستر يونايتد، فأصبح رونالدو مهاجما للنصر، ومانشستر بدأ يطلب اللاعب أبو بكر مهاجم المنتخب الكاميروني الذي شارك في كأس العالم الأخيرة وسجل لمنتخب الكاميرون أمام المنتخب البرازيلي. حالة كبيرة من السعادة تنتاب الجماهير السعودية طبعا، حتى بمختلف انتماءاتها. طبعا وجود رونالدو عموما في الدوري السعودي إضافة طبعا كبيرة جدا. طبيعي جدا أن كل الناس تبقى بتتكلم عن هذه الصفقة، الحقيقة صفقة أقوى صفقة تقريبا الأخيرة. ممكن تكون حصلت. لن تكون الصفقة الأخيرة، لن تكون الأخيرة بالفعل، لان حتى وزير الرياضه السعودي سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل اكد ذلك. وكذلك هناك مفاوضات جاريه حاليا بين نادي الاتحاد ولوكا مودريتش للانتقال في الصيف المقبل بعد نهايه عقده مع نادي ريال مدريد، ليجاور طبعا طارق حامد في وسط ملعب نادي الاتحاد، وكذلك اللاعب احمد حجازي لاعب المنتخب المصري. وكذلك نادي النصر يريد التعاقد مع سيرخو راموس بعد نهايه عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف القادم. وكذلك قدم عرضا ايضا للاعب نجولو كانتي نجم تشيلسي الانجليزي. وبالتالي الدوري السعودي سيتحول الى منصه مهمه جدا في العالم،
تكون تعويض حتى عن الدوريين بالظبط يعني خلاص رونالدو رسم رونالدو بدأها يعني ورسم الطريق. طب انا سامعه ان او في كلام يعني متداول ان في كلام برضو مع ليونيل ميسي، هل ده حقيقي ولا صعب؟ بس نادي الهلال انا عارفه ان نادي الهلال هو اللي بيحاول يتفاوض معاه. طبعا نادي الهلال بالاساس قدم عرضا لكريستيانو رونالدو امام غريم ونادي النصر خلال الفتره الماضيه، لكن رونالدو رفض عرض الهلال لان نادي الهلال ممنوع من القيد لفترتين متتاليتين للتوقيع مع اللاعب محمد كانو بعد توقيعه لنادي النصر في فتره الانتقالات الماضيه، وهو ما جعل رونالدو يذهب الى نادي النصر ويفضل النصر عن فريق الهلال الذي سيشارك في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا في النسخة الحالية. وبالتالي أمس كان هناك شيء غريب جدا، المتجر الرئيسي والرسمي لنادي الهلال تواجد فيه قميص ليونيل. أنا بالفعل يعني أنا بالفعل شفت الصورة دي، ولكن يعني ما رضيتش أسأل حضرتك فيها، قلت يمكن تبقى صورة متداولة يعني مزيفة. حقيقية يعني فعلا قميص ميسي بيتباع ليه نادي الهلال السعودي، عشان كده سألتك. بالفعل موجود في المتجر الرسمي لنادي الهلال السعودي قميص ليونيل ميسي بقميص نادي الهلال وبالماركه الرسميه. طب ده مش يعني نادي الهلال والهلال يستهدف دفع اي مبلغ من اجل التعاقد مع ميسي في الصيف القادم قادمه من باريس سان جيرمان. يتواجد اللذان سيلعبان معا هذا الشهر يوم 19 يناير مباراة ستكون بين نجوم الهلال والنصر أمام نادي باريس سان جيرمان في ملعب مرسول بارك في الرياض كواحدة من فعاليات موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية. طيب ازاي المتجر ممكن يبيع قميص لميسي بدون اصلا تعاقد وهو مش لاعب موجود، خاصة ده الستوري الاصلي او المتجر الاصلي للفريق؟ لا دي تواجدت في اكثر من نادي يعني وضع اسماء نجوم عالميه على قمصان بعض الاسماء، احيانا تجدها في عدد كبير من نجوم العالم او في بعض القمصان خاصه في المنطقه العربيه، وضع اسم اللاعب او نجم كبير على احد القمصان شيء بيتداول هنا بشكل طبيعي وطبيعي جدا يعني. طيب. يعني الاسماء دي تعتبر اسماء رموز عالميه في اللعب. طيب استاذ ادهم، رونالدو يوصل امتى للسعوديه؟ رونالدو من المتوقع ان يصل قبل الخميس القادم. الخميس القادم حتى يلحق بالاحتفاليه التي ستتواجد بين شوطي مواجهه النصر والطائي يوم الخميس القادم في ملعب مرسول بارك، واعتقد ان الساعات القادمه ستكشف عن احتفالا خاصا بقدومه حتى في مطار الملك خالد الدولي هناك في الرياض، ومن ثم مروره ببعض الحفلات الترفيهيه الخاصه بنادي النصر التي يجهزها. طب هيشارك امتى؟ مركز الاله. الو؟ هيشارك امتى؟ رونالدو يقدر يشارك من امتى؟ اول لقاء سيشارك فيه رونالدو سيكون ضد نادي الاتفاق يوم 21 يناير المقبل بشكل رسمي، سيكون متاحا لهذا اللقاء، وبدأت الجماهير من الآن في حجز تذاكر المواجهات القادمة لنادي النصر، وهو ما طبعا جعل أيضا أن التذاكر مواجهات النصر القادمة ستكون من يعني ألماس بالنسبة للجماهير. تواجد رونالدو في الملعب حتى في مختلف مناطق المملكة، جميع الكاميرات وجميع الأضواء ستكون متجهة على لقاءات نادي النصر طبعا المقبل. طيب عايزه اسالك سؤال اخير، يعني في كلام كده تردد ان نادي النصر السعودي هيوفر لرونالدو قصر، وكمان القصر ده هيكون فيه جيم وهيكون فيه تنس ويعني رفاهيات كتيره جدا. سريعا يعني الكلام ده حقيقي؟ بالفعل تم تجهيز قصر في منطقه المحمديه والنخيل في الرياض، يحتوي على 8 غرف نوم على 3 فيلات اضافيه، مسبح بحجم اولمبي، مساحات واسعه لكريستيانو رونالدو لبدء رحلته هو واسرته مع نادي النصر خلال الفتره القادمه، وسيكون رونالدو طبعا سفيرا للملف تمام.
أنا بشكرك جدا أستاذ أدهم الشرقاوي الناقد الرياضي من السعودية، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. عايزة أقول لكم على فكرة الدوري السعودي مش دوري سهل على فكرة، الدوري السعودي دوري قوي جدا جدا لو كنتوا بتتابعوه، يعني بقى من أقوى الدوريات العربية، فبجد تابعوه مش بس عشان رونالدو انضم ليه نادي النصر السعودي، ولكن أنا مش متابعة جيدة قوي للدوري السعودي، ولكن لما بشوف مباريات ليه بشوف إن هو بجد دوري قوي جدا جدا، في لعيبة على مستوى هائل جدا، في منافسة قوية جدا، فكمان مع وجود رونالدو فكمان الموضوع هيبقى حلو جدا، يعني مبروك عليهم طبعا رونالدو.